صيحوا بصوت عالي، يلا صيحوا بصوت عالي، يبقى يا وطننا غالي، يبقى يا وطننا غالي، انت اول وانت تالي وبيك نكبر وبيك نكبر. يلا 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 كنا بصوت واحد، يلا كنا بصوت واحد، النجم يا وطن صاعد، النجم يا وطن صاعد، انت حبنا والله شاهد وبيك نكبر وبيك نكبر. وتوفيقه. اليوم نعلن لكم انطلاق وكالتكم، وكالة العالمية نيوز 24 المعتمدة لدى اتحاد الصحفيين العراقيين بالرقم 984، والتي ستكون صوتكم، صوت الحق، صوت الفقراء والمظلومين. وكالتنا هي إخبارية متنوعة تطمح إلى نشر أحداث العراق والعالم أولا بأول بكل دقة ومصداقية وبعيون عراقية. أما عن أهداف وكالتنا فهي إقامة الدورات والمؤتمرات التي تساهم في تطوير قدرات كوادرنا من مثقفين وأدباء، ولا ننسى الدعم الإعلامي لكافة شرائح الشباب الناجح، والدعم أيضا لأصحاب المشاريع الصغيرة. وفي الختام نشكر كل من ساهم في المساندة والتشجيع ولو بكلمة جميلة لإنشاء هذه الوكالة، وأيضا نتمنى لكل من يشاهدنا أن يدعمنا بالمتابعة والإعجاب لبيج الوكالة. إن من أعظم أنواع الرزق أن يرزقك الله الإرادة لإكمال الطريق والعزيمة للمضي قدما والمثابرة للوصول إلى هدفك، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ودمتم بخير. كانت معكم الإعلامية أسيل صفاء، مدير ومؤسس الوكالة.